يعني انا واقف هنا بس انا خايف من الاخضر عادي مثلا. انت قلت تبقى سريه ما فيهاش صحافه سريه. مش انت قلت مش عاوزين صحافه يا اندرو؟ مش عاوزين والله. انا مش انت قلت بلاش صحافه؟ مش انا اندرو يا جدعان احنا بنمشي هو حتى المتهم بيه ثواني يا المحكمة طلبت من الدفاع
حاضر مع المتهم، قال حاضر مع المتهم. فأثناء حضوري مع المتهم وكلامي معاه كله كانت قصة قرايب وفي فيديوهات وفي كلام، وهو بيستفيد من قصة الصحافة والإعلام. فهو مش حتى مع المحامي اللي فات اللي قبل كده أستاذ ستي واتنحى قال عشان الصحافة، فطلب مني الطلب ده وقلت له هتبقى جوه في الغرفة هنتكلم ونقول إيه، مش حتى الباعث عن ال إحنا مش بنناقش باعث. ف لكن هنا هرد حاجة تانية يمكن من الصحة الجاية. لا يا رجل ما ينفعش كده.